بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم إن شاء الله كمان سوف نحفظ سورة الغاشية، إن شاء الله سوف نكررها على نية الحفظ إن شاء الله رب العالمين. جاهزين؟ جاهزين؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أكمل أبقى. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. طلع علي يا شباب، لا تطلع على الأرض، طلع عشان لا تطلع عليها. يلا. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. في جنة عالية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم. وصفني طبعا بحكي أنا. ثم إن علينا. ثم إن علينا. هيك بمشي الحال. بس ركز معي أنت، حط كل فكرك معي. مو عم أقرأ آية ما أعرف تقرأ دوري. لا أصفن أنت وياه، ما بنوصفن إلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كل مرة نقرأ هيك نحفظها. إذا ما أقرأ أنا ما بحفظها. شو نحفظ طيب؟ جلسة عشان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا مثلي تماما، شوف اخر شيء فيها. هل اتاك حديث الغاشيه؟ هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه. وجوه يومئذ خاشعه. نعم. عامله ناصبه. عامله ناصبه. تصلى نارا حاميه. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. هاي 6 آيات، مين يقرأون؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ لا أنزل.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ مسفرة لا وجوه يومئذ ناعمة ناعمة لسعيها راضية راضية في جنة عالية عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف نصبت رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف وإلى الأرض كيف تطحت وأفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابه ثم إن علينا حسابهم ما شاء الله حافظين إلا شوي يعني ذكرناها مرتين ثلاثة هلا تطلع محافظينها بس كان مرتين ثلاثة لا بكرة نقرأ غلط وعن بكرة صح أنتوا إياها صح بس واحدة نسنا يلا هعيد أنا مرة تعيد وراي ماشي بس أهم شيء اللفظ الصغيرة ماشي أهم شيء اللفظ الصغيرة بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية؟ أيوة لها أمشي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ليش هاي فيها لأنه بس توقف التاء المربوطة بصير هاء ماشي بالقرآن الكريم بس توقف التاء المربوطة بصير ها فيها عين جارية خلنا نكمل فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ما بصير كمل يعني يقول وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة يلا قولوا أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة في ضمتين إذا ما بدك توقف بدك تقرأ الضمتين هيقول وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل
خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر يلا إنما أنت لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. اقرأ لحالك محمد وشوف يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث لحاله بالخنجر لحاله يا خنجر بتوعد. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز حالك تقول هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة نعم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أنت مبسوط هيك؟ شو؟ مبسوط أنت هيك؟ شو؟ أنت فت من الآية رجعت الآية اللي قبلها. ما صح ساعة لهذا. طيب يلا بكر أولئك هم الكفرة الفجرة. رجعت الآية تبع سورة عبس أنت جزء. رجعت سورة عبس يا معلم. أولئك هم الكفرة الفجرة. رجعت سورة عبس أنت هون. رجعت خمسة دولار. شايف تركيز؟ جلس. جلس عن صورك جلس. يلا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ بسرعة ماذا نحن الوقتين عمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ ناعمة خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لا لسه ما حفظ يعني شو دخل بسرعة يعني ما له يلا خلنا نحفظ بكرة يلا عشان إذا كيلو يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جلس سيد علي طاق يلا قول إمجرك طيب بكرة دي بجرك جلس منيح نين الأول أوقف تزين أول يلا أعود أواد معناته يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة خلينا نوقف الوجوه الناعمة المؤمنين نحكي عليهم بعد شوي خلينا نحفظ أوشع الكافرين ماشي يلا نعيد من الأول تبع الكافرين دول تبع الوجوه الخاشعة يلا بسم الله الرحمن الرحيم عشان نحفظ المضبوط فمر على الآية الثانية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة أيوة بكر
عاملة ناصبة. عاملة ناصبة ليش أنت لا هذا مضبوط لها. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. هذول السبع آيات عم يحكم على الكفار، لازم ندير إذن حتى نحفظهم. يلا أقرأ آيتين آيتين هلا شو ندير حق معي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نخلص كلامها. حاج أنت تحرك. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. بالله شوف ربما عملنا لكن ما العيط لا وجهي من خاشع علامكم عيط خاشع أنا هو نايمة وانت ضبط حاجة تحوس يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة إيه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة طيب نزيد آية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عيد مرة ثانية هل أتاك حديث الغاشية تنحفظها هل أتاك حديث الغاشية خلصت دخلت ثلاث آيات هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة شوف شلون بدك تدفع تطلعها كان واحد قاعد طجه يلا عيدها هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أنت ما عم تقرأ منيح يا أبي ما طيب اسمعني افتح افتح دارك أنا ما بقرأ مني افتح دارك وشوف ماشي بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أنا ما أقرأ مني هلا يا أبي لو سمحت شو عند قلبك نعيد ونحفظها لك أشعك بالله أشعك شو أو تحك عيب عليك إيدك أي شو فيك؟ يلا بس خلاص خلاص دقيقة ونحكها كيفك يلا بعدين نحط لكم نحكي لك أنا يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين طيب يلا هذول خمس آيات رح نجرب خمس آيات هذول خمسة خمسة إيه متحفظ خلاص الحركة لا يلا أنا أقرأ بعدين يلا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية هذول خمس آيات يلا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هذول السبع آيات تبع الكفار حافظينه ما شاء الله بس أبو بكر لو ما محمد عم يساعدك انت حالتك بالويل يعني ها كانت حالتك تعبانة يعني محمد عم يساعدك انت عامل ايه جلس حالك يلا يلا محمد طال ما كم دقيقة انا ايدك ما كبرش انا فضل يلا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يلا. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. أشوف مين الشاطر ومين مو شاطر تمايزوا ولا أشوف قرأ لي حالك أحمد أشوف قرأي الحالات قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع. جيد أحمد يلا عندك يلا يلا هل أتاك هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما شاء الله ممتاز هلا فينا نقفز لوين لان تبع المؤمنين انتم حافظينها يعني هلا شو شوف راح اقراها بسرعه تفضل شوف مبسوط حالك وهيك يلا وجوه يومئذ طلع عليته اياه وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه يلا وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية بس هدول هاي صفات أهل الجنة ماشي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية هل نرجع الجنة بعدين نصفها يلا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت نصب الجبال مسطحة الجبال ناصبة هيك واقف وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت نعم فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم نعذبهم. طيب ماشي راح توقفه إن شاء الله هلا ونعيده بعدين ماشي راح نوقف هلا عنده تعبانين بعدين بنعيده إن شاء الله 40 شهر نحفظها ممكن بعد الظهر ممكن بعد العصر ممكن ما تنام ممكن بكرة حسب تيسير الله ماشي بعد الظهر وإن شاء الله إن شاء الله دائما نقول إن شاء الله إيش نحن بعد الظهر محمد إيه إن شاء الله إن شاء الله يا السلام عليكم إيه بعد بس نقرأ نطلع على الهوفربورد بعد نفوت ندرس إن شاء الله